لأول مرة في المغرب دي هو الباي باك، أن الزبون ممكن يعني يشري السيارة دياله وكيخلص غير لوزاج، استاذيق المدة اللي كيستعمل فيها السيارة دياله. أي واحد كيشري السيارة الآن كيدوز بها عام عامين ثلاث سنين أو أربع سنين، من بعد كيبيعها. يعني ملي كيبيعها الطوموبيله كتفقد واحد شويه من 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 القيمه ديالها. الوغ هذاك الزبون كيخلص غير القيمه ديال السياره، 20% ديال السيارات اللي تباعوا في هذه السنه هذه هما تقتنوا عبر ابناك مختصه او تشاركيه. من بعد سنتين ديال الشغال ديالنا في السيارات المستعمله في اوتوكاز قدرات تقنع 4000 زبون. هاد الناس اللي اقتنعوا بالمنتوج ديالنا وبالبرودوي ديالنا، لان سان برودوي ريفليشي اللي كيجاوب على مجموعه من المتطلبات ديال الكليان، اللي فيها الشفافيه، فيها الوضوح، فيها السيارات اكسبرتيزي. نعم، سيارات مستعملة ذات جودة عالية. العروض اللي غتكون إن شاء الله ابتداء من الأسبوع المجي من 12 حتى 18 جوان غيكونوا لي فونت بريفي، لي فونت بريفي بور دي فيكول اللي غتكون واحد لا غارونتي، واحد اكستنسيون دو غارونتي كتوصل حتى العام. غيكونوا تخفيضات في الأثمنة ديال السيارات مع زيادة في المدة ديال الضمان حتى لسنة واحدة. السيارات ديالنا اللي كان بيعوا حنا كيخضعوا ل 120 نقطة تفتيش، كنراقبوا البنوماتيك، كنراقبوا لامورتيسور، كنراقبوا لابواد دو فيتيس، كنراقبوا الموتوريزاسيون، كنراقبوا الحالة ديال الهيكل ديال السيارة. الزبون يعني إلا شرى السيارة عبر قنوات أخرى ممكن تكون هناك غش من ناحية الكيلومتراج، يعني يكون الكيلومتراج ديالو مثلا 120 ألف وتولي 60 ألف. احنا كنراقبوا هذه المساله بحكمه. هذاك الشيء علاش السيارات ديالنا احنا ملي كنحطوهم كتاخذهم بامان، وان لا ترانزاكسيون كدوز افيك توت لا ترونسبارونس. الناس كلشي غيسول الباي باك يعني تقدر تاخذ اون فواتور اللي كتخلص فيها غير الاستعمال ديالها افيك اون فالور ريزيديوال، يعني القيمه من بعد نهايه القرض. ممكن الكليان يجي يشوف السياره فيزيكمون، كاين البوابه الالكترونيه اوتوكاز بوايما. البوابه راه كمعرض، يعني ممكن الزبون يشري السيارة ديالو عبر البوابة، وحنا سبق لنا يعني درنا دي ترانزاكسيون اترافير هاد لا بلاتفورم ديالنا ديجيتال اوتوكاز بوايمو.